صغيرة هي مساحة التسلية والسلوى التي يمكن أن يتحصل عليها اليمنيون في يوميات حياتهم الممتلئة تفاصيلها بالكثير من الألم والمعاناة. هنا في المكلا وكغيرهم من شباب اليمن يجد أبناؤها في هذه الشاشات المجانية العملاقة الخاصة بعرض مباريات مونديال كأس العالم 2018 بروسيا مساحة وإن كانت صغيرة للهروب من واقع ويلات الصراعات والحرب التي أثخنت البلاد منذ أكثر من 3 سنوات. الشباب اليمني يعيش واقع أزمات اقتصادية من بطالة وحروب وأمراض وفقر. طبعا الشباب وجد في هذه الشاشات المونديال ولو الأمل البسيط أو الوقت القصير مناد لهم الهروب من هذا الواقع. نصب مثل هذه الشاشات العملاقة في عدد من الشوارع والساحات الرئيسية والعامة في المكلا والشحر وغيرها من المدن يأتي ضمن ما وصفته السلطات المحلية بخططها للاهتمام ودعم القطاع الشبابي والرياضي بالمحافظة وتمكينهم من عدم تفويت مجريات الحدث الكروي الأهم عالميا. ضمن هذا الدعم دعم وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بقيادة اللواء ركن فريس سليم البحسني عن طريق توزيع مجموعة من السفرات والكروت الخاصة بنقل مباريات كأس العالم روسيا 2018 على جميع الأندية سواء كان في ساحل حضرموت أو وادي حضرموت بواقع 41 جهاز وضمان مشاهدة كأس العالم في كل المساحات وكل المواقع. وتتيح هذه الخطوة للشباب في مدينة المكلا والمعروفين بولعهم الكبير بالرياضة والنجوم الساحرة المستديرة فرصة للاستمتاع بمشاهدة المباريات وأداء المنتخبات التي يشجعونها بعد أن تعذر عليهم ذلك في المنازل جراء التكاليف المالية العالية للاشتراك بالقنوات الرياضية الناقلة للحدث وهم الذين يواجهون بطالة في صفوفهم بلغت نسبة 50%. على الرغم من واقع المعاناة التي فرضتها الحرب وتأثيراتها التي سلبت اليمنيين كل ما من شأنه أن يمنحهم السعادة والسلوى تصبح مثل هذه الشاشات العملاقة لنقل مباريات وفعاليات كأس العالم بمثابة ملاذ للتسلل خارج ذلك الواقع ولو لحين. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.